السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في البارت 7 من اكتشف الاختلاف بين الصورتين. في هذا البارت هذه عندنا 6 نتاع الصور كيف العاده، 3 نتاع الصور لكل واحد، غنكتشفوا الاختلاف ما بين الصورتين. نبدا سير، تبدا انت ولا نبدا؟ نبدا انت. سير انا نبدا. نبدا انا. غنبداو دابا مع ابراهيم اللي غيكتشفنا الاختلاف ما بين الصورتين. بدا عندك، خاصك تكتشف لي 10 نتاع الاختلاف. 10؟ هادي راه ساهلة، ما على غير لا بغيت تبدا. انت على 10 كاملين. ستوب، بدا. كاين واحد الدري في الصفاتما ديالو مكتوبة دي، الفقرية مكتوبة فيه والتحتاني ما فيهش. وكاين ممكن في هذيك اللي الصورة اللي الفوق، في هذيك اللي كيحلو الروبيني فيها الصورة اللي الفوق فيها حمراء، والصورة اللي تحت زرقاء خضراء. وكاين تاني داك الدري عنده الصورة اللي فوق عنده جيبة في السروال والتحت ما عندوش. كاين تاني هادوك النقط اللي في ديك الفوطة الفوقاني عندها والتحتاني ما عندهاش. وكاين تاني اطلاق دغيا. كاين تاني واحد الديناصور هذا الصورة اللي فوق هز واحد العمود والتحتاني ما هز. 4 5 زين. وكاين تاني المال السرة اللي الفوق ما مزلعش فوقها الماء، والسرة اللي تحت مزلع. كاين تانية السرة اللي الفوق باين فيها التقاشر ديالو والتحت ما باينش. باي 6 هادشي اللي فيها. باقيين بزاف. فين راهم؟ يوم خاصك انت تكتشف. اش هو دغيا احسب لك حد 5 حد 10. 1 2 3 4 5 6 كاين تانية في السرة اللي فوق فيها دوك الفقاعات والتحت ما فيهاش. سبعة. بقاولك 3 وكاين تانية في هذاك العمود اللي معلق فيها الفوطة الفوقاني خضر والتحتاني. فين راه هذا العمود؟ الفوقاني هذا الفوقاني خضر، الفوقاني خضر والتحتاني بني. فين راه ما بنيش؟ راه كيف قالك بني؟ بغيت تقول بني ودغيا. احسب لك حد 10. 1 2 3 4 وكاين تاني واحد ديناصور هز داك العمود قلتيها. 6 صافي. 7 وكاين تاني واحد الفقاعات قلتيها. صافي. 9 10 كاين هذاك الروبيني محلول والتحتاني ما محلولش. ما قلتيهاش، قلتي غير نزل العلمة. وكاين عاود شنو كاين هذا هز الصابونة وهذا ما قلتها. ما قلتيها والله حتى قلتها. نحسب لك 10. ها كاين هذا 1 تاع الفوطه 1 كاين هذا الماء اللي مزلع 2 كاين الماء اللي محلول 3 كاين هذيك اليد نتاع الروبين 4 كاين اليد اللي هز داك الديناصور 5 كاين الفقاعات 6 كاين الصابونه 7 تقاشر 8 دي 9 الجيب 10. هذا فين راح يجي؟ ها هو يجيب لك في الشرطه. هذيك قلتها. واخا قلتي راه ما قلت ما كملتش 10. عندك عقابات، عنده الهريسه، عنده بصله خضراء وعنده الثومه. بصله. اختار شنو تاكل؟ بصله. تاكلها كامله؟ لا غير واحد الطر. سهل. بصله هذه ما حراش. ما حراش، نوريك ما حراش. ناكل غير داك كمان سيدي غير طاف غير هش. جبتي بدل ما كل غير هالطرف هذا هاد الصغير اضرب واضرب كلها كامله واش تبقى تنقي لي فيها. هكا كاري قلالك سير وهادو نحشيها كاملة في فمك. حشي وروح حرة.
كمل باقي لك هاد الشويه كمل واش قلت لك اختار حاجه اختار وصله وكمل الغشاش ما قديد حر انت قلت لي عطاني وصله انت خسرتي التفر ننتقلوا دابا للصوره الاولى مع محمد بدا شحال كتاش مختيله جوج هاين مازال ما قديتش حتى ترى ما فيها وقيلة تختيلة صافي والله ما لقيت شي ختيلة 11 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 انا نختار لك السر هو الازرق 5 6 7 8 9 10 انا الغرق انا عندك ديك ديال النظاظر هذيك القهوية ها هو اصفر 3 عندك عقاب انا نختار لك وقول لي بعدا فين راهم هاد جوج اللي قلتي هذا كاين هذا عنده جوج وهذا عنده ثلاثة وكاين هذا عنده ثلاثة وهذا عنده أربعة ثلاثة غير ثلاثة انا نختار لك شنو غادي تاكل اش ما تختار انت تختار انا نختار عطيني انا ناكل الهريس غشاش هريسة هذيك حا كثر من الهريسة أنا المرة الجاية أنا اللي نختار اللي كنتي تختار وهذا فيه تختي لك أصلا ها اختاريتي الهريسة هادي سهلة مه والله هي سهلة جات فيا اللي سهلة شحال نقول مختلف غادي نمشيو دابا للصورة الثانية مع ابراهيم تكتشف لنا سيدي 5 نتاع الاختلافات ضرب 10 نتاع التوانيب بدا زيد هادي سهلة بدا كاين واحد الوردة واحد الوردة حمراء كاينة الفوق والتحت كاينة وردة حمراء ووردية كاين تانية واحد الوردة الفوق فين راه هاد الوردة وكاين الفوق ما عندهاش الأوراق نتاعها كاين الوردة اللي الفوق عندها الورق واللي لتحت ما عندهاش وكاين تانية واحد هذاك الشجر اللي كاين الفوق كاين الفوق والتحت ما كاينش فين راه الشجر هذوك الشجرات كاينين الفوق كاينين ثلاثة والتحت كاينين أربعة وكاين تانية داك الحصان الفوق عنده الشعر مسرح والتحت عنده الشعر ملوي وكاين تانية الظهر ديالو عنده بيض التاني الكرشو عنده بيضة والتحت عنده بني صافي راه ساهل وكاين عاود تاني الآخر وجهه بيض الفوقاني ساهل قلبني فاهم نتايا الثاني انتقلوا دابا للصورة الثانية مع محمد اللي غادي يكتشف الاختلاف بين الصورتين شحال مختيلة هو دغيا واحد وتبقى انت عاد تحسب لي شحال مختيلة ثلاثة سير ربع عليك ما نعقلش ثلاثة والله حتى تكتشف ربع سير ربع شوف خمسة أربعة مش والله حتى تكتشف خمسة ما تبقاش تدير هكا دابا غير خمسة صافي كاين هذاك الجرادة اللي الفوق كاينة الفوق والتحت ما كايناش كاينة الفراشة كاينة الفوق والتحت ما كايناش ها جوج وكاين هذاك الشامبينيون دوك النقط اللي فيه فداك القدامي فيه اللي الفوق فيه 3 6 7 فيه 7 واللي لتحت فيه غير 6 وعاوتاني هذاك اللي موراه كاين الفوقاني فيه 3 6 والتحتاني فيه غير 5 ها 4 ديال الاخر 4 بقى لك واحد زيد 11
واحد عاين قالك حد عشرة ما زال كنقول حد عشرة واحد. وكاين هذيك الوردة فيها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فيها أربعة دي فيها خمسة ديال الوردات والتحتانية فيها غير أربعة. نمشيو دابا الاختلاف رقم هذا الثالث. نمشيو للصورة الثالثة مع إبراهيم. عندك خاصك تكتشف الأربعة نتاع الاختلافات ما بين هاد ما بين الصورتين. بدا هذه سهلة مهلة. بدا كاين هذيك النفخة اللي الفوق النفخة اللي الفوق خضرة والنفخة اللي لتحت صفراء وكاين تاني هذاك الدري اللي الفوق عنده في صفات ما ديالو عنده نجمة والتحت ما عندوش وكاين تانية في الصورة اللي لتحت عندها الراية والصورة اللي الفوق ما عندهاش فين الراية وكاين تانية قالك جوج قالك واحد قل واحد احسب لك حد عشرة اتسنى مازال جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة اوكي هاني بغيت نقول والله قول اوكي ثانية هذيك البكرة ديالو الفوق عندها شوية الزرق والتحت فيها شوية الزرق لا كيف وكين واحد كاين ثلاثة أربعة وصافي هاني غادي نقول خمسة ستة وكاين تانية هذيك تمنية صافي عشرة وفيها غرب صافي كاين هذيك الرويضة القدامية فيها نقطة الأخرى زرقاء والثانية صفراء ضربها بكل شنو تختار تختار لا غير اختار أنا ما غاديش نختار أنت إيه تختار لي والله حتى تختار كل توم غادي ياكل توم حتى هنا نختار لي أنا باقي لي واحد وهادي حر اكثر من الحر انت اللي بديت لي انا اللي بديت انت انا ناكل غير نص ماشي كامل راك تضرب غير هادي اسي كول لوحه فمك هاكا عاود لها عاود لها راك ما كملتيهاش الله يبان عاودها سير دابا هذا انتقلوا دابا للصورة الثالثة مع محمد اللي غادي يكتب لك تاي بين صورتين بدا شحال مختيلة خمسة أربعة ماشي شغلي قلتي فيه خمسة صافي كاين هذيك الماكلة اللي فوق الاخر الفوقانية فيها ثلاثة ديال الاخر والتحتانية مفتتة وكاين داك العظم كاين الفوق والتحت كاين تنيسة كاين ديك شحال قلت دابا جوج كاين ديك النجمة اللي الفوق الكلب عنده نجمة عنده ميدالية في الاخر فيها فعنقو والتحتاني ما عندوش ثلاثة بقاو جوج كاين عاود حد عشرة كاين عاود واحد جوج عاين كاين هذيك الكانيط كاين فوق ثلاثة والتحت غير جوج وكاين عاود ثاني ديك ربعة بقاو واحد وكاين فوق واحد الكانيطة مقلوبة لهاد الجهة برا هادي مقلوبة لهاد الجهة والكانيطة اللي مقلوبة لهاد الجهة خمسة راني قلت خمسة كليت انا الهريسه بالضبط صافي هلا مزال ليها مسالي انت ركزت نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم فما تنساوش ديروا لايك نتمنى ان اخوتي الفيديو يكون نال الاعجاب نتاعكم وما تنساوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير مع اصحابكم peace and love